مساء الخير، مساء الصحة، مساء الجمال على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، واهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبيب الأسرة. زي ما عودناكم في قناة الصحة والجمال ان احنا بنقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة والجمال من خلال أساتذة متخصصين في جميع المجالات الطبية، جاوبوا على كل أسئلتنا واستفساراتنا. كمان لو ليكم أي سؤال أو استفسار ممكن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. في حلقة النهاردة من طبيب الأسرة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع أمراض الرضيع عند الأطفال. طبعا احنا الايام دي في فصل الربيع، بعض الناس بتحب فصل الربيع علشان خاطر الجو الجميل، الخروج للمنتزهات، اللعب، المرح، وبعض الناس تانية بتكره فصل الربيع علشان خاطر يمكن يكون جسمهم المناعة ضعيفة عنده او جسمهم حساس لبعض الامراض. في ناس بتحب فصل الربيع وفي ناس بتكرهه. هنعرف ايه هي اشهر الامراض اللي بتصيب الاطفال. لو احنا عرفنا الامراض هنعرف الاسباب ونعرف ازاي نقي انفسنا من الاصابة بهذه الامراض. كل الامراض اللي بتواجه الاطفال في فصل الربيع هنتكلم عنها النهارده مع الدكتور محمد عبد العزيز، اخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا النهارده في الصحه والجمال. الله يخليك. زي ما قلنا احنا في فصل الربيع، وبعض الناس بتحب الفصل الربيع وبعض الناس بتكرهه. عايزين نعرف الاول طبيعه الامراض اللي بتصيب الاطفال. تمام. هو في البدايه طبعا احنا لازم نعرف يعني ايه التغيير اللي بيحصل في فصل الربيع. طبعا فصل الربيع بيحصل فيه تغيير مبدئيا في درجه الحراره من الفصل بتاع الشتاء والحراره الساعه، لان الحراره بتبدا تسخن. ممكن تسخن بالتدريج وممكن تسخن فجاه، وده طبعا بيخلي الناس تتسرع وتلبس هدوم خفيفه بسرعه، وده طبعا بيسبب لهم شويه امراض. دي حاجه. تاني حاجه بيحصل تغيير في الجو نفسه، لان طبعا الفصل ده بيحصل تفتح للازهار ولحبوب اللقاح، بتطير كتير جدا في الجو. حبوب اللقاح دي هي اللي بتسبب معظم الامراض، لان هي دي اساسا اللي بتبدا تلزق على الجلد وتبدا تلزق في الانف من جوه، الاغشيه المخاطيه والعين، وهتبدا نتكلم عليها بعد كده. تمام. مع طبعا زياده في الاتربه وزياده في نسبه الرطوبه بتاعت الجو بتختلف، كل ده بيسبب نشاط كتير جدا لامراض وفيروسات وبكتيريا كتير جدا في الفصل ده. الوقت ده قلت ان هو تغيير مفاجئ في درجات الحراره، يعني مثلا لو النهارده مش مفاجئ قوي يعني. ممكن يبقى مفاجئ وساعات بيحصل تدريج. طب بتختلف من دواء للتاني. يعني الاسره ايه الاحتياطات اللي ممكن تعملها للطفل عشان خاطر يعني التغيير ده سواء مفاجئ او غير مفاجئ يبقى يتجنب اي اصابه؟ هو في حاجات كتير لازم الاسره كلها تعملها، بالذات الام. بنقول للام طبعا لازم يبقى في تهويه كويسه للبيت، نحاول نتجنب الخروج على قد ما نقدر في الاوقات المبكره من الصباح، اللي هي وقت خروج حبوب اللقاح، اللي هي غالبا من حوالي الساعه 5 ل الساعه 10 الفجر. بس طبعا ساعه الدراسه وكده ما بنقدرش، لازم الاطفال هتروح مدرسه، لازم طبيعي، بس ده اوكي. لكن لو في مشوار غير ضروري ما لهوش لازمه. بنهوي الغرفه والشقه تماما. الاطفال لازم تغير كتير جدا، وده شيء خطير، وده بيحصل منه مشاكل كتير. بيجي لنا طفل مثلا في العياده قاعد بهدوم، ودي بقاله اكتر من اسبوع وده طبعا غلط، لان هنا النظافه الشخصيه مهمه جدا. طبعا الام فاكره ان هي كده بتحميه، هي كده بتضره. لازم تحميه، لازم تغير له هدومه، لازم تغير فرش السرير، لازم تغير كل الكلام ده كل شويه باستمرار، لان احنا قلنا في حبوب لقاح بتقف كتير على الحاجات دي، وهي دي اللي بتبدا، واتربه، وهي دي اللي بتبدا تسبب الامراض بعد كده. طيب احنا اتكلمنا برضو يبقى اول سبب الاحتياطات اللي ممكن الاسره تعملها عشان التغيير. طب حبوب اللقاح ايه دورها في الموضوع؟ هي دي المشكله بقى، ان هي طبعا جزء من النباتات. حتى في ناس كتير عندها هوايه ان هي تربي نباتات في الشقه، سواء في البلكونه او في مناطق خارج الشقه، برضو دي من الحاجات اللي ممكن تاذيهم اذيه مباشره جدا. لان حبوب اللقاح دي لما بتيجي تخرج فصل الربيع ده، فصل التكاثر بالنسبه للنباتات، بتبدا حبوب اللقاح دي تخرج عن طريق الزهور والورود علشان تروح تلقح نبات وتبدا دوره الحياه بتاعتها. فده طبعا يعتبر جسم غريب، يعامل معاملة الميكروب بالنسبة للجسم. فطبعا ده لما بيجي يحتك بأي غشاء أو أنسجة من أنسجة الجسم، تبدأ ساعتها أنسجة الجسم تبدأ برد فعل سريع جدا اللي بنسميه الحساسية، سواء بقى كانت أنواعها كتير اللي احنا لسه هنتكلم عليها. بالظبط. إيه تاني من الأسباب يا دكتور ممكن تؤدي مثلا لإصابة بأمراض الربيع؟ يعني مثلا حبوب اللقاح والتغيير في درجة الحرارة، إيه تاني؟ الأتربة، الرطوبة. طبعا في اطفال اساسا ممكن تكون مولوده عندها حساسيه زي حساسيه الصدر، حساسيه الانف، بتشتد معاها جدا في الوقت ده، حتى بدون ما نعمل يعني بنعمل الاحتياطات دي كلها، وبرده الام تيجي تقول ده يا دكتور ده بيعي. ما هو بيعي لان هو اوريدي عنده حساسيه من الاول. مع التغييرات دي اوريدي هتخليه يعيا كل شويه. طب
طب احنا عرفنا كده ليست او تصنيف كده لبعض الامراض الاكثر شيوعا بالنسبه للفصل الربيعي، ممكن نقولهم كده واحد اتنين يعني احنا تلاته. ممكن نبدا طبعا اشهرهم بنسميه الرمد الربيعي او التهاب الملتحمه بالعين. ده بيحصل كتير جدا على فكره، ده بيحصل ساعات في اوقات غير الربيع على مدار السنه، بس هو معظمه بيبقى بسبب احتكاك حبوب اللقاح زي ما قلنا بالغشاء بتاع الجفن من جوه اللي بنسميه ملتحمه، وده بيبدا يعمل التهاب شديد جدا بالعين، تلاقي الطفل بيدمع، عينيه محمره جدا، في افرازات ممكن تطلع من عينه، مش قادر يفتح عينه، مش قادر يبص في الضوء، كل دي وبتيجي للناس كبار كمان مش بس في الاطفال. ده بيكون سبب ان هو ما تهلكش وهو صغير ولا هو لا لا، هو احتكاك بيحصل في بسبب الاتربه او حبوب اللقاح مع العين. هل الموضوع له علاقه بالوراثه؟ يعني ممكن يكون سواء الاب او الام عندهم اصلا الرمد ساعات الربيعي بيبقى فيه استعداد وراثي للحساسيه اوريدي، يعني ممكن يكون من ناحيه الاب او الام او العائلتين يعني. طيب ايه الاسباب ان هو المرض الربيعي؟ بس هو مش الرمد هو الربيعي، اسمه الرمد الربيعي بس هو مش يعني هو مش لازم يبقى في الربيع، بيحصل في اوقات كتير في السنه، بس هو معظم اوقات الربيع بيحصل فيها الكلام ده. تاني حاجه حساسيه الانف او الجيوب الانفيه، دي طبعا مهمه جدا لان برضو احنا بنستنشق هواء، والهواء ده محمل بالاتربه او بالحبوب اللقاح. لما الحاجات دي بتبدا تلزق على الاخشيه المخاطيه بتاعت الانف من الداخل، تبدا تعمل تورم وانتفاخ في الجيوب الانفيه، تبدا تعمل سيلان بالانف ورشح وزكام، ويبدا الطفل يعطس، وتبدا تظهر عليه اعراض البرد اللي احنا اوريدي عارفينها، بس البرد ده فيروس، ده ما بيبقاش فيروس، ده بيبقى نتيجه احتكاكه بالحاجات دي. طب ازاي افرق بين حساسيه الانف اللي هي المرض الربيعي وبين البرد العادي اللي هو الانفلونزا العادي؟ يعني البرد اولا بيجي معاه اعراض اشد، حراره، ممكن قيء، ممكن كحه، ممكن اسهال، همدان او خمول، لكن الحساسيه مجرد انسداد في الانف ورشح وزكام، الاعراض اللي هي تعتبر خفيفه بالنسبه لاعراض البرد. وبيبقى طبعا السبب هنا مش ميكروب ولا فيروس. تمام. طب ايه هي عوامل الخطوره؟ يعني مثلا لو في مكان في اصابه في التدخين، في حد بيدخن، ممكن نبعد الطفل عنه. التدخين ده طبعا شيء سيء جدا في معظم مواد السنه مش بس في الربيع، يعني غلط جدا ان يبقى في شخص مدخن في طفل وبيت فيه طفل. الطفل ده غصب عنه هيتنفس، وده بيبقى اسمه تدخين سلبي، وده بيأثر بالسلب جدا على الطفل، ممكن يدخله في حساسيه صدر او حساسيه جيوب انفيه، وارد لاي، وطبعا اخطار التدخين كتير جدا. طب هل في مثلا بعض العوامل الخطوره التانيه، مثلا لو في اصابه الطفل باحد انواع الحساسيه الاخرى ممكن ده يزود المرض عليه؟ طبعا، يعني احنا يعني من ضمن برضو الحاجات اللي ممكن تتاثر بيها في الاطفال في فصل الربيع حساسيه الصدر. ممكن تكون حساسيه الصدر دي موجوده عند الطفل ده مولود بيه مثلا، او عنده استعداد وراثي ليها، او لسبب اخر زي ما قلنا قبل كده في حلقات قبل كده ان حساسيه الصدر ليها كذا مسبب. بتزيد معاه في فصل الربيع، ممكن تزيد معاه حساسيه الانف، ممكن حساسيه الجلد، ودي بتحصل كتير جدا. ممكن تلاقي بقى العكس، يعني الطفل عنده حساسيه الجلد بس ويبقى عنده استعداد لحساسيه الصدر، لان هي كلها عباره عن رد فعل من جهاز المناعه وزياده افراز لمركب كده اسمه الهستامين، هو ده اللي بيؤدي لظهور اعراض الحساسيه كلها. طب في البيت بقى اللي هو الاسعافات الاوليه لو صح التعبير، يعني ممكن الاب والام يعملوا ايه للطفل المصاب بحساسيه الانف؟ هو مثلا خارج لو هو اهم شيء ان احنا طبعا نعتني بالانف ونعمل تنظيف للانف عن طريق المحلول الملحي، بيتباع في كل الصيدليات. كل ما بدانا ننظف الانف بشكل كويس وسليم بتبدا الحساسيه تقل. لو الموضوع شد جامد، لان الحساسيه لها درجات، لو بدا في المرحله العاديه بالتنظيف بالحاله المتوسطه بنبدا نستعمل بخاخات معينه بحيث ان هي تهدي الالتهاب، وبعد كده نقدر لو بقى الموضوع شديد خالص ببدي ادويه مضادات الهستامين اللي احنا قلنا عليها، بتقلل مستوى الهستامين اللي بيسبب التورم بتاع الانسجه اللي بيحصل. مرحله التشخيص يعني ازاي الدكتور بيحكم ان ده اللي هي حساسيه الانف اللي هي في مرض في فصل الربيع، ازاي بتفرق بينها وبين الانفلونزا او البرد العادي؟ لازم طبعا براجع مع الام التاريخ المرضي اللي حصل، بدايه الموضوع حصل ازاي، هل بدا في حراره في الاول؟ لا، يبقى انا كده مش في حساسيه، انا كده عندي ميكروب ايا كان بقى، سواء بكتيري او فيروسي، كده انا دخلت في السكه الثانيه. لكن ما فيش، وقالت لي احنا مع الدخول الفصل بتاع الربيع مثلا نزلنا رحنا مثلا خرجنا في مكان مفتوح، في مثلا جنينه، في ازهار، في حاجه من الحاجات دي، بدات تظهر الاعراض. ابدا يعني اراجع التاريخ معاها واحده واحده، واراقب الطفل بالفحص الاكلينيكي، لو في حراره يبقى ده مش حساسيه. صح.
طيب لو حصل مثلا اهمال او حصل بعض الاخطاء في التشخيص، ايه المضاعفات اللي ممكن بعد حساسية الانف يكون في مضاعفات نتيجة الاهمال او اي نوع من انواع التغاضي عن المرض؟ هو من الاخطاء الشائعة ان طبعا الامهات وساعات بعض من الدكاترة بيبدأوا يستخدموا مضادات حيوية بسرعة جدا، والطفل بيبقى مجرد عنده حساسية. واحنا قلنا ان الحساسية مفيش ميكروب بيسببها، يعني هو رد فعل من جهاز المناعة لكن مفيش ميكروب. انا لما بدي مضاد حيوي، المضاد الحيوي انا بستخدمه في حالات محدودة فقط، لما بيبقى عندي بكتيريا وببدأ اقاومها، لكن حتى العدوى الفيروسية ما بستخدمش مضاد حيوي. فمجرد ما انا بدأت مضاد حيوي انا بضعف من مناعة الطفل، وببدأ كده اخلي الوضع يتدهور مع الطفل اصلا. وده بيحصل كتير جدا اليومين دول، يعني بلاقي اطفال كتير واخده مضادات حيويه بدون داعي، وده بيتسبب ان هما الحاله بتسوء اكتر. وابدا من ان انا كنت عندي حساسيه في الانف الاقي نفسي دخلت في التهاب شعبي حاد او نزله شعبيه حاده او كده، اللي هو اللي بياخد العلاج بدون وصف طبيب من نفسه راح ساعات بيحصل كده. وساعات من الجماعه الصيادله وساعات من الامهات نفسها، وده بيأثر بالسلب طبعا على الطفل. طبعا. لا لا، استخدام مضاد حيوي لازم يكون بحذر ولازم يبقى معروف معمول حسابه يعني. طب العلاقه بين بين الاصابه بامراض الربيع والسن، يعني في سن معين بس من اوله كده بيبدا الطفل يصاب بيه، ولا ممكن الجنين ممكن بعد مرحله الولاده في سن معين ولا هو لا؟ كل الاطفال من سن يوم لحد 5 سنين دول هاي ريسك بنسميهم، يعني يقدروا ان هم يتعرضوا بشده جدا. بس برضو اطفال سن الدراسه معرضين جدا، لان دول اكتر بكتير، لان عندهم اماكن تجمع، بيبقى في وسط مدرسه في وسط فصل. وارد ان يكون طفل واحد عيان باي مرض ممكن يعدي الطفل الفصل كله. عدم النظافه اصلا في المكان، عدم النظافه الشخصيه ممكن طبيعي كل دي عوامل بتاثر، لان هو طبعا لازم قلنا غسيل الايدين، وما فيش بلاش عادات القبلات والاحضان الكتير دي بتنقل الامراض بطريقه غير مباشره. التدخين سواء الايجابي والسلبي ده غلط جدا. العادات الغذائيه غير سليمه، يعني في ساعات حساسيه مرتبطه بانواع معينه من الاغذيه، ولنفرض مثلا السمك، الشوكولاته، الفراوله، المانجا، ساعات البيض، المنتجات الالبان، الحاجات دي ساعات بتزود من افراز ماده الهستامين، فبرضه لازم اتجنبها بحيث ان احاول برضه استشير الطبيب يوفر لي بديل او استعمل نفس القيمه الغذائيه اللي فيها. طب هل نسبه الاصابه دي بتختلف مثلا، يعني اما الطفل يكبر شويه نسبه الاصابه ما بتكونش، ما هو بيكونش هو الفئه المقصوده؟ يعني ساعات بتحصل ان الحساسيه بتبدا مع السن مع الطفل، ومرور الوقت تبدا تقل في الشده بتاعتها. لكن في اطفال وبيكملوا لحد سن كبير جدا بتفضل عندهم نفس النمط من الحساسيه، وغالبا دي بتبقى سبب وراثي، يعني بيبقى الاب كان كده او الام كان كده او العم او الخال. طيب احنا هنتكلم عن نوع تاني برضه من انواع الامراض، امراض الربيع اللي بتصيب الاطفال زي حساسيه الصدر مثلا. معروف ان ثلث اطفال العالم مصاب بحساسيه. ليه؟ ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الطفل يصاب بحساسيه الصدر؟ اولا حساسيه الصدر يعني ليها كذا سبب، اشهرها ان هي ممكن تكون سبب وراثي زي ما قلنا عن طريق الاب والام والعيلتين. ثانيا ممكن يكون يعني استعداد عند الطفل، وده بيحصل وبيبان من هو حديثي ولاده، بيبدا يبان عليه بقع معينه كده نقدر نفهم ان الطفل ده عنده حاجه اسمها اكزيما جلديه، دي ممكن تسبب بعد يعني تصاحبها حساسيه صدر. او تغذيه غلط، زي ما قلنا في انواع معينه من الاغذيه المفروض ما تدخلش للاطفال بالذات حديث الولاده الا في سن معين. وساعات بيبقى في احتكاك مستديم بشيء مثير للحساسيه زي التدخين، الاتربه، ام مثلا بترش روائح او معطرات كتير، او ام ما بتعتنيش بطفلها، ما بتحمهوش كويس، ما بتغيرش هدومه، كل ده يسبب حساسيه للصدر. طب يعني يبدو ان النظافه الشخصيه مرتبطه جدا بامراض الربيع لازم طبعا يكون. طبعا. طب في ام بتقول انا ابني بنتها عندها 3 سنين ولما برد لازم ينتهي بكحه، هل هناك اي دواء ممكن تاخده بعد البرد عشان يمنع الكحه، وهي ممكن تكون الطفله دي مصابه بحساسيه الصدر ولا لا؟ اولا علشان نقول ان الطفل بحساسيه الصدر لازم يتعرض على الطبيب، عشان الطبيب يجي السماع بنسمع اصوات الصدر واصوات التنفس بشكل معين بتدينا انطباع وصوره عن حساسيه الصدر، لكن ما اقدرش اشخص حساسيه الصدر عن طريق مثلا تليفون او رساله او كده، لازم اشوف الطفل نفسه. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لادويه الكحه، لازم اعرف الطفل ده هل دي كحه ناشفه ولا كحه بالغه، هل الكحه دي نتيجه حساسيه ولا مش نتيجه حساسيه، وعلى اساس التصنيف هبدا ادي علاج. صح.
لكن ما اقدرش ادي علاج كده الا لما اشوف اسمع صدر الطفل نفسه وابدا اقرر دي انهي نوع من انواع الكحه وانهي نوع من انواع الحساسيه. هل وجود الطفل في اماكن التدخين او في بعض المدخنين ده ممكن ياثر او يزود حساسيه الصدر عنده؟ اه طبعا، وده ممكن يسبب هو اساسا حساسيه الصدر، يعني ممكن يبقى الطفل عادي جدا ومولود طبيعي مفيش حاجه، ونتيجه ان والده مدخن او اي حد في البيت مدخن يتاثر صدره ويبدا يخش في حساسيه الصدر. طب امتى الام او الاب ياخدوا الطفل ويودوه عند طبيب يكشف عليه عشان خاطر عنده حساسيه صدر؟ ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على الطفل تقول ان هو حساسيه صدر؟ طبعا حساسيه الصدر احنا المفروض من اول ما بنبدا نشخصها ونعرف الام الاعراض هتبقى كذا، ونبدا نفهم الام 1 2 3 تعملي ايه. من بدايه ما بتظهر علامات صعوبه، مش الكحه، الكحه عرض عادي ممكن يتعالج حتى في البيت، ولكن صعوبة التنفس حتى سلام الأنف والزكام والحاجات دي كلها ممكن تتعالج في البيت، لكن بدأنا نوصل لمرحلة صعوبة التنفس الطفل مش عارف ياخد نفسه لازم أتوجه للطبيب فقط. هو اللي بيشتكي ولا ممكن الأم تلاحظ عليه ولا؟ طبعا الأم بتبقى هي اللي مراقبة كل ده. يعني لو طفل كبير شوية هيقدر يعبر ويشتكي، إنما لو طفل صغير لا، الأم اللي هتاخد بالها. تمام. إيه بقى، طب إيه مضاعفات أو الأول مرحلة التشخيص؟ لازم طبعا بنشوف معدل سرعة التنفس عند الطفل. لو التنفس سريع ده معناه ان الطفل مش قادر يكمل دوره التنفس بتاعته كويس، اللي هي الشهيق والزفير لازم يبقى ليها مده زمنيه كويسه. ايوه. وطبعا ليها مراحل سنيه، يعني الطفل هو حديث الولاده لحد 60 نفس في الدقيقه، لو اعلم كده يبقى نفس سريع. لو بعد كده بتبدا تقل. تاني حاجه علامات التشبع بالاكسجين، يعني مثلا الانسجه اللي هي المخاطيه زي الفم واللسان لازم تبقى اللون الاحمر الوردي كده، النسبه بتاعت الاكسجين لو بدات اللون يزرق او يبقى كده الطفل ده مش عارف ياخد نفسه كويس. حركه التنفس، ان الطفل بيبذل مجهود عنيف جدا في اخذان النفس، ان هو عمال يفتح صدره على الاخر مش قادر ياخد نفسه، كل دي من علامات صعوبه التنفس. طب تمام، لو حصل اي نوع من انواع الاهمال، حصل اي نوع من اخطاء في التشخيص، ايه المضاعفات اللي ممكن توصل؟ لا طبعا الطفل بيتضلوا على الانعاش او غرفه الاي سي يو وبيتحط على تنفس صناعي، وتبقى الحاله طبعا مدهوره جدا يعني. طيب غير اللي هو نوع حساسيه الجلد اللي ممكن تصيب الطفل في امراض او فصل من فصول الربيع، اللي هو ايه يعني حساسيه الجلد؟ حساسيه الجلد هي برضو يعني زي انواع الحساسيه كلها رد فعل من جهاز المناعه نتيجه احتكاك معين حصل مع حبوب اللقاح، مع الاتربه، مع نوع معين من انواع الهدوم او الملابس زي الصوف. في ناس عندها حساسيه من الصوف، في ناس حساسيه من البوليستر. تمام. او مثلا السبريهات والحاجات اللي فيها مستحضرات الكحول ومستحضرات التجميل دي ممكن تعمل حساسيه على الجلد. او ممكن ان هي تبقى برضو ليها سبب وراثي، وممكن تكون مرتبطه بنوع معين من انواع الاكل. كل ده يسبب حساسيه الجلد. طبعا بتبدا تظهر عليها علامات معينه زي بقع حمراء، حبوب حمراء، بتبدا تعمل احتكاك وشعور بالهرش، الطفل بيبقى عمال يهرش جامد مش قادر. ساعات في اطفال ما بتنامش بسببها، الجلد بيبقى محمر جدا ملتهب جدا، دي طبعا ليها درجات يعني. طب يعني يبدو ان اصلا كل الامراض او الامراض الربيع دي متعلقه بالبيئه المحيطه، سواء المدخنين اللي ممكن تصيب الصدر، برضو في المدرسه النظافه الشخصيه بالنسبه للطفل الوحيد او الطفل في المجموعه او نظافه المدرسه. عموما الام تعمل ايه في فتره الربيع عشان خاطر تقي ابنها من الامراض دي؟ طبعا لازم تاخد بالها من نظافه البيت، نظافه المنزل تماما، تغيير الفرش باستمرار، تهويه البيت، تغيير ملابس الطفل، تبدا طبعا تحميه. بشوف امهات بتقعد بالاسابيع مش محميه الطفل، ده طبعا غلط غلط جدا. ولازم باستمرار الاطفال بقى الكبيره شويه اللي هي مش اطفال بيهات رضيعه، الاطفال الكبيره شويه نعودهم على غسيل الايد والوش باستمرار، لان يعني غصب عنه هو مثلا بيجي من المدرسه او بيجي من الحضانه هيحتك بالحبوب دي وبالاتربه دي، فلازم نغسل له وشه حتى وهناك يبقى عنده الثقافه دي ان هو يقدر يغسل ايده، يقص ضوافره، ما يمسكش حاجات ملوثه، ما ياكلش حاجات ملوثه. طفل عيان او مريض خلاص يبقى ما نستدعيش ان احنا نوديه اماكن تجمع زي المدارس والفصول، نقعده في البيت لحد ما يخف عشان ما يعديش اطفال تانية. الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها كويس. طب اختصارا كده للاسباب عموما بقى، اسباب الاصابه بامراض الربيع ايه هي؟ نقاط سريعه كده. طبعا احنا قلنا طبعا تغيير الفصول، تغيير درجه الحراره، خروج حبوب اللقاح، والاتربه، والتغيير اللي بيحصل في الرطوبه بتاعه الجو، النشاط اللي بيحصل للبكتيريا والفيروسات في الوقت ده بسبب تغيير درجه الحراره. طبعا مع عدم النظافه الشخصيه، التدخين السلبي، اماكن التجمعات،
حتى المواصلات العامة ممكن تعدي. المرحلة الأخيرة بقى اللي بتكون مرحلة العلاج، كيف يتم العلاج؟ هل بنبدأ مثلا بعلاج دوائي ولا بنبدأ إزاي؟ طبعا احنا بنشوف المرحلة اللي احنا فيها فين. لما طبعا الطفل بيروح للطبيب بتبدأ الطبيب بيحدد انهي مرحلة موجود. لو مرحلة بسيطة بنبدأ نستخدم حاجات موضعية بسيطة زي غسيل الأنف أو البخاخات اللي بتفتح المناخير، ده بالنسبة لحساسية الأنف. للعين قطرات معينة ومراهم معينة تهدي الالتهاب اللي حصل في العين. بعد كده لو لقينا ان المرحلة مثلا شديدة لا ببدأ ازود بأدوية بقى اكتر علشان اهدي العنف الحاصل ده. احنا للاسف وقت حلقتنا انتهى، استفدنا جدا من حضرتك الدكتور محمد عبد العزيز اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، سهلا. شكرا. كمان بنشكر الساده المشاهدين على حسن المشاهده والمتابعه، لكم مني خالص تحياتي احمد سرحان، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.